يا مساء الجمال على زين الدين زلزال. مالك انت امال صينيه الفول؟ مش كارك يا ولد؟ اه صاحبي متعلم حتى ماسكه الصينيه. بس انا مش مصدق ان صافيه رضيت عنك بعد ما كانت ما بتطقش تبص في وشك. دي نشفت ريق عشان تديني الصينيه دي، بس واضح انها عرفت انك صاحبي وحبيبي فقالت لي وكله، وانا بصراحه نفسي صافيه ترضى عني فهوكلك. يعني هتاكل يعني هتاكل عشان خاطر صافيه بس؟ طب وانت يا صاحبي اللي مخليك مش عارف تاكل لقمه بالصوت؟ المزاد بتاع بكره. مزاد ايه؟ المحل اللي هناك ده. بيني وبينك خايف الفلوس اللي معايا ما تكفيش، او بمعنى اصح انا متاكد انها مش هتكفي. ليه وانت معاك 60,000 جنيه. طب من دلوقتي اعمل حسابك انت معاك 80 يا نجم. ازاي بقى يا عم الاول؟ هاخد قرض من بنك ناصر الاجتماعي؟ اصل اخوك كان بعد كل شغلانه بيدكن قرشين كده على جنب. يمكن عاوز اغير الاورج، اتهب في دماغي واروح اخطب. قلت اهو قرشين وهيجي وقتهم، وادي وقتهم جه. ما ينفعش اخد الفلوس دي يا اسامه. شاء عمرك. يا زلزال وانت صاحب عمري. زلزال انت لو ما خدتش الفلوس دي يبقى انت لسه زعلان. ياض يعني الفلوس اللي انت عينها عشان تقضي بيها مصلحه، اجي انا على الجاهز واخدها. يا صاحبي وانا وانت ايه؟ هقول لك انا هخش معاك شريك وهي مصلحه. انت كده مالكش حجه اهو. اسامه. خلاص يا زلزال خلص الكلام. يلا كل لقمه بقى عشان لو رجعت لصافيه بالسنه دي مليانه هتديني مثل بالصعيدي مش هعرف انام بالليل.